بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع اخوكم ريان او سي ام زد. لعبه شاطحه شوي، المارد الازرق. اليوم راح نلعب ان شاء الله المارد الازرق ونحاول ان نهزمه، نحاول ان ما يتوقع اللي في بالنا. فراح نختار ثلاث شخصيات ويسالنا هو. تعرفون انتم المارد الازرق، اتوقع الكل يعرفه. راح نلعب الحين ونشوف ايش بيصير. طيب يلا بسم الله. عندنا ثلاث شخصيات. مرحبا، انا اكيناتور المارد العبقري الى اخره. بسم الله. طيب العب. عمر انا طيب 20 شرطة، ما ادري ليش الشرطة جت بس. طيب اول شيء ما ادري جاء في بالي على طول اللي هو فايز مالكي، ف راح نشوف هل بتوقع فايز مالكي ولا لا. بجيب له بالسهل بعدين ببدا اصعب شوي، فانا متاكد انه بيجيب فايز مالكي. طيب بسم الله. سؤال اول، هل الشخصية ممثلة هندية؟ لا. هل الشخصية ذكر؟ نعم. تعيش شخصية؟ نعم. يب. لاعب؟ لا مو لاعب. متزوج؟ نعم. مسرانة ملكية؟ لا. فايز مالكي المالكي؟ لا مو ملكية. هل تحترف شخصية تمثيل كوميدي؟ نعم. في مسلسل سلفي؟ لا. لو قلت سلفي ظاهر بيوديني ناصر قصبي. هل شخصية تمثل في طاش مطاش؟ لا. هل شخصية على قناة بداية؟ لا. مش ذا أسئلة غريبة. هل شخصية مسلسل تلفزيوني؟ اي مسلسل تلفزيوني. هل شخصية نحيفة؟ نعم. على قناة المجد؟ لا. هل شخصية قصيرة قامة؟ لا. هل الشخصية مشهورة بصورة مميزة؟ يب. ما هل تمثل الشخصية هواية تزلج؟ وش عرف أمي أنا؟ المهم لا. هل الشخصية تأكل الأشباح؟ إيش يبي ذا؟ لا. هل الشخصية مزاج جيد؟ أتوقع إيه. ما تلاحظون إني حط نعم لا، بس في تحت ثلاث خيارات يا ريان، اضغط عليها. طيب، هل الشخصية تعمل ضمن فرقة استعراضية؟ فرقة استعراضية؟ فرقة استعراضية؟ لا ما. لا لا. كثيرة السفر؟ انا متاكد من الممكن. ايه من الممكن. هل شخصية اقل من عمر 40؟ ثواني. عمر 46. فالجواب هل شخصية اقل من عمر 40؟ لا. طيب هل شخصية متوفاة؟ لا. هل شخصية في مدينة الرياض؟ انا ما ادري هو في مدينة الرياض الحين ولا لا، بس لا اعلم. وين لا اعلم؟ انا لا اعلم. هل شخصية كوميدية وطريفة؟ نعم. جابها، والله جابها فايز مالكي. يعني أنا كنت أتوقع لأنها سهلة مرة سهلة، إن يجي فايز مالكي مرة سهل. تقدر تقول الممثلين الكوميديين محدودين يعني، فمرة سهل. طيب ننتقل للشخصية الثانية. هالمرة راح نختار سلوم طيري. طيب هل تظهر الشخصية على شاشة التلفزيون؟ لا. هل الشخصية قناة خاصة في موقع اليوتيوب؟ لا ما أذكر. لا لا لا، ناصر في مقاطعها. طيب هل شخصية ذكر؟ لا. هل شخصية من عائلتك؟ لا. هل شخصية كبيرة السن؟ اتوقع ايه اتوقع ايه كبيرة، بس يعني كبيرة حديش يعني، لا اعلم. اوكي. هل الشخصية نظارة ثلاثة ابعاد؟ الله يسلط عليك. لا. هل اكتسب الشخصية شهرة على مواقع انستغرام؟ اي انستغرام وكيك من زمان. هل شخصية شعر رأس اسود اللون؟ لا اعلم. هل شخصية متزوجة ولديها اولاد؟ الظاهر انها ما تزوجت. الظاهر لا اعلم، خلينا نقول لا اعلم. شخصية كويتية؟ هي كويتية صح؟ يب كويتية. نعم. هل حققت الشخصية ميدالية في الاولمبياد؟ في الاولمبياد؟ لا. هل شخصية مهتمة باخبار المشاهير؟ اتوقع لان كل شوي طالع بموضوع وتتكلم. ايش؟ بيفور اند افتر؟ لا لا وين؟ لا 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 غلط يا الغالي. استمرار؟ نعم استمرار. طيب هل الشخصية رئيس نقابة؟ لا. هل الشخصية تعيش؟ هل تعيش شخصية في السعودية؟ لا. هل تدري الشخصية الحجاب؟ نعم. هل شاركت شخصية في سوبر انترناشونال؟ لا. هل تعمل شخصية في مجال المكياج والتجميل؟ لا. هل شخصية شيف حلويات؟ لا. هل شخصية دكتور بالجامعة؟ لا. هل شخصية سمينة الجسم؟ نعم. هل كان يتيما في صغره؟ وش عرف امي انا لا اعلم. هل شخصية احترفت الطبخ في انستغرام؟ لا. هل يمكن وصف الشخصية بالغباء؟ من الممكن. هل شخصية ابن؟ لا أعلم. هل شخصية من الدنمارك؟ لا. هل تعاني شخصية من مرض نفسي؟ نعم وبقوة. سلوم طيري والله جابوها. أنا شفت الشكل وش ذا غريب شوي. جابوها والله، جابها من الذين جابها. طيب أوكي والله ما أدري شو وضع ذا، والله المارد ذا مو بصاحي. طيب خلنا نحاول نجيب له شخصية صعبة مرة. أنا ما فكرت في الشخصية الثالثة، لكن خلنا نجيب له واحد مستحيل يجيبه.
مين مين مثل مين؟ والله محتار 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 مرة والله محتار. طيب والله اني ما ادري وش اختار او وش افكر بشخصية. اكتبوا لي انتم في الكومنتات اذا تبغون نسوي جزء ثاني لها، اكتبوا لي في الكومنتات شخصيات مستحيل هو يقفطها او يعرفها. فما ادري بس بشوف لاعب يعني مو مرة معروف اللي هو عبد المجيد الصواط لاعب نادي الهلال. طيب بسم الله، هل الشخصية ذكر؟ نعم. هل الشخصية تظهر؟ لا. يدرس خارج؟ لا. شخصية؟ لا. هل الشخصية متزوجة ولديها أولاد؟ لا أعلم بس ظهر. لا. هل الشخصية متوفاة؟ لا. يا أخي طيب، هل الشخصية من أصول سعودية؟ نعم. هل اكتسبت؟ لا. هل اشتهرت الشخصية بواسطة تويتر؟ لا. هل الشخصية ذات شهرة؟ والله أنه لا، ظهر. لا ظهر. لا ما حد يعرفه الحين. هل الشخصية معرفة شخصية؟ لا. هل شهرة الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ نعم. اوكي سؤال على المحك. وات على طول جابها الهلال ليه؟ هل لها علاقة بالهلال السعودي؟ نعم. هل الشخصية علاقة بنادي التعاون؟ اوه يبغى يجيب الرويلي. لا كويس اني ما اخترت لاعب معروف. هل الشخصية حارس؟ لا. هل تلعب الشخصية دور دفاع بكرة القدم؟ لا. هل تلعب الشخصية حاليا ضمن الفريق؟ ايه. هل الشخصية متبناه؟ ما ادري هو متبنى ولا لا، انا لا اعلم. هل يشتغل ايش؟ هل يشغل وزارتين؟ وش دخل وزارتين بالموضوع؟ لا. هل الشخصية قصيرة القامة؟ ظاهر انا لا اعلم. اوكي. هل يحمل رقم 15؟ لا. هل الشخصية تطاردها الشرطة؟ وش دخل تطاردها الشرطة؟ يا اخوي ما اسئلته غريبة والله، في اسئلة غريبة ومعصب المشكلة. لا. هل الشخصية بشرة فاتحة؟ نعم. هل حملت الشخصية رقم 10 عند منع؟ لا. هل الشخصية لاعب خط وسط بكرة قدم؟ نعم. حجرنا له وهزمناه، ما له دخل سلمان الفرج ابدا، ما له دخل سلمان الفرج. طيب هزمناه، نعتبر هزمناه تقريبا. خلينا نحاول استمرار. نعم بحاول اني احجر له زيادة. هل تظهر الشخصية في مسلسل مترجم؟ لاعب وش دخل مسلسل مترجم؟ يا اخي غبي هذا. لا. هل شخصية ذات شوارب طويلة جدا؟ نعم. هل أساءت هذه الشخصية لحد ما في موقع؟ لا. هل تشجع هذه الشخصية نادي النصر؟ هلالي شجع نادي النصر؟ ما أعتقد. هل الشخصية من أصول دمشقية؟ أنا أتوقع أن حجرته لدرجة أنه قاعد يسأل أسئلة غبية. له شوارب طويلة من أصول دمشقية، شبي هذا؟ لا. هل علاقة بنادي الأهلي؟ لا. هل شخصية تجيد الرقص؟ يا الله لا. هل شخصية جديدة في الفريق؟ نعم. مو بجديدة، حطيت نعم بغرض. هل يعتبر جديد لأنه طالع من الناشئين؟ هل ترتدي الشخصية ملابس صفراء؟ لا. هل الشخصية متزوجة حاليا؟ لا أعلم. هل الشخصية داعم قوي لنادي الهلال السعودي؟ لا ما يعتبر داعم قوي، ما هو عضو شرف أو شيء، هو لاعب. يا أخي سلت غريب والله العظيم، أنا عصبت ما أدري كيف هو يعصب. لا. هل تحترف شخصية العزف على الجيتار؟ لا أعلم يا أخي. هل الشخصية تستخدم عين بيكاوغان؟ ثواني نبي نشوف وش بيكاوغان هذه. يمكن قصة شارينغان. وش البيكاوغان؟ ترى ما تابعت ناروتو كامل فما ادري. لا اعلم، مو بلا اعلم لا اكيد. بس يلا، هل تفضل شخصية تسريحة شعر سبايكي؟ ما ادري لا اعلم. هل شخصية مرتبطة باللون الاحمر؟ لا. هل تعيش شخصية في مدينة الرياض؟ نعم. هل لدي شخصية اخوة؟ مفروض ايه اخوة. ما ادري والله لا اعلم. هل تقود شخصية سيارة؟ اكيد يا اخي كل الناس تسوق سيارة. هل ما زلت تلتقي بهذه الشخصية؟ ما التقي، ما قد قابلتها اصلا. هل الشخصية من اسماء الانبياء؟ هل الشخصية تحب المعكرونة؟ يا اخي ايش عرف امي انا؟ هل الشخصية من اسيا؟ نعم. هل تستخدم الشخصية تقويم اسنان؟ والله ما ادري. هل تعيش شخصية مع امها في نفس المنزل؟ يعني مكرونة مشيناها، يعيش مع امه، وش عرف امي انا؟ وش دراني؟ يا اخي غريب هذا والله غريب، لا اعلم. هل الشخصية ملامح الذابة؟ لا أعلم. هل اوكي شلون جابها؟ ثواني اقسم بالله على وشك اني اهزم المارد الازرق، بس جابها في اخر لحظة يا ابن الذين.
لا 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 والله مو معقول، اقسم بالله مو معقول، شلون جابها؟ طب اوكي انت توقع عاد مجي الصواد، بس تسالني هل يحب المعكرونه؟ وش عرف امي انا؟ بعدين انت ايش دراك انه اذا يا الله انا ما ادري، مو قادر اجمع كلام، اقسم بالله مو قادر اجمع كلام. يعني هل يفرق لاعب اللاعب؟ اصبر ثواني، يحب مكرونه؟ ايه عاد مجي الصواد، وش عرف امي انا؟ وش عرف امك انت بعد؟ غريب والله، غريب ذا البرد اصلا، والله على وشك اننا نهزم، لكن للاسف هزمنا، اوريدي اصلا هزمنا، اعطانا سلمان الفرج، لكن سويت استمرار انا فاعطيته فرصه ثانيه، يعني يعتبر تقريبا هزمنا ولا اتوقع الا هزمنا. المهم عموما يعطيكم الف عافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع، اذا اعجبكم المقطع تبغون نسوي حلقه ثانيه اكتبوا لنا في الكومنتات ايه نبغى حلقه ثانيه، واكتب اسم الشخص اللي تبغاه نحجر فيه المارد الازرق و ونخلي ما يتوقع الشخصيه. فيب يعطيكم الف عافيه على المشاهده، لا تنسون اللايك، مفضل السبسكرايب، كما اخوكم ريان وسمزت، مع السلامه.